السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. من خلال الفيديو غادي نتكلموا على الدليل اللي صدر مؤخرا، دليل المترشح والمترشحه اللي هو بالصيغه المحينه ديال 2023. كيفاش ممكن هنا كيف ما جا في البلاغ ممكن تليشارجيو هذا الدليل من لو سيت ديال تعليم.ma، وتدخلوا كود ماسار ديالكم والرقم السري، وغادي تلقاوه في الفضاء الخاص بالمتمدرس. هنا اهم خلاصه اللي جا في الدليل انه المكونات ديال الامتحان كيف ما كنعرفوا كاين امتحان وطني جهوي ومراقبه مستمره، باقي نفس النسب المئويه اللي خدموا عليهم في السنوات السابقه. يعني باقا عندنا هنايا 50% ديال الوطني، 25% ديال الجهوي، 25% ديال المراقبه المستمره. ثم من بعد كيهضروا لنا على التنظيم ديال الامتحان ديال البكالوريا بالنسبه لشنو هو القانون، الوقت اللي خصنا نجيو فيه، كذلك على الحالات ديال الغش، خصنا نتجنبوا حالات الغش. دونك مجموعه من الامور كيهضروا عليهم هنا، الا بغيتوا غادي تلقاو هنايا في الفوق كاينين المحاور اللي كيهضروا عليهم. يعني عندنا الشعاب والمسالك بالضبط، المكونات ديال الامتحان كيف قلنا، وكذلك عفوا هنايا كيهضروا هنا على الغش في الامتحانات والعواقب ديالو، وكذلك على امتى الاعلان ديال النتائج، وكذلك المستجدات اللي اعتمدوها. دونك هنايا بخلاصه اللي غادي نقول لكم بالنسبه للقانون، انه ما خاصكمش تخرجوا نصف ساعه قبل الامتحان، هذه راه معروفه. يعني ما كنخليوش حنا التلاميذ يخرجوا قبل على الاقل درت نصف ساعه دوز على الامتحان، هذه الاولى. خاصك تكتب سميتك وتكتب كنيتك وتكتب رقم ديال المسار قبل ما تبدا في الامتحان ديالك، يعني تركز في هذه المسائل. وفي اي ورقه في حاله الا بدلتي زدتي ورقه جديده، يعني راه ما غاديش دير غير ورقه، كدير نورمالمون جوج ولا حتى ثلاثه الورق، ثلاثه بينهم يكون فيهم الرقم كيف قلنا، ويكون فيهم الورقه ديال التحرير، ويكون فيها الاسم، ويكون فيها كل شيء، يعني جميع المعلومات ديروها. وهنايا كيقول لك يعني خاصكم تاكدوا انكم ما تدخلوش معكم لو تليفون ديالكم بورطابل، كاين اللي نصيحه ما تجيبوهش معاكم، راه شحال واحد كيكون مدخله وغي طافي، ومني كدوز للجنه الا لقاو عنده التليفون وخا طافي راه ممنوع. يعني هذه امور واضحه، يعني نتوما تجنبوا كاع دوك المشاكل. شحال واحد زعما راه كيكون طافي ماشي ناوي الغش ولا شي حاجه، دونك نتوما من الاحسن تفادوا هذه الامور، ما تدخلوش معكم نتوما التليفون كاع، لانه ممنوع. راه غتلقاو كاتمين عليكم في المدرسه قبل الدخول، قبل ما تدخل القاعه ديالك، يعني القانون راه باين التليفون ما يدخلش معك حتى ولو كان طافي، سمعتوني؟ يعني ما تدخلوش معكم من الاحسن. الا كانت شي حاجه المراجعه ولا هذا صافي، نهار الامتحان اصلا ما كيبقاش ديال المراجعه، غير ديال التركيز وتحافظ على الهدوء ديالك. جيبوا معكم لاكارت ناسيونال ديالكم، جيبوا معكم لا كونفوكاسيون ديالكم. دونك هادو امور راه واضحه، الكونفوكاسيون بالمناسبه راه لقيتوها في مسار ديالكم، ولا كارت هادو ضروريين باش تجنبوا المشاكل. من المفروض انكم تجيو قبل الامتحان، يعني على الاقل كتجي واحد نص ساعه دي على الاقل قبل الامتحان. شو هيا هنايا راه هادشي اللي قلت لكم الخلاصه ديالو، راه كانوا كاتبين هنايا دونك داكشي اللي قالوا لكم. نيت هنا تاكد انك لا تحمل معك هاتفا نقالا، يعني اي وسيله الكترونيه اخرى، يعني تاكدوا مهم. ملي كتدخلوا للقاعه ديالكم تاكدوا انكم جلستوا في المكان ديالكم الصحيح، يعني الرقم ديالكم اللي كيكون في الطاوله ملصق. تجنبوا انكم تبادلوا بالاوراق يعني مكتوبه، وهذا الشيء راه باين وواضح. بالنسبه لحاجه اخرى اللي تاكدوا منها، ملي غادي يكون يعني الاستاذ ديال الحراسه كيوزعوا لكم، الاساتذه ديال الحراسه كيوزعوا لكم الاوراق ديال التحرير وكذلك الاوراق ديال الموضوع ديال الامتحان، تاكدوا من عدد الصفحات. راه كتلقاو مثلا بحال مثلا في الماط كتكون مثلا واحد على خمسة ولا واحد على ستة، دونك ملي كتكون عندك ديك الصفحه الاولى فيها واحد على خمسة ولا واحد على ستة، دونك تاكد من هذوك عدد الصفحات. يلا تعطاتك وحده من بين خمس صفحات، دونك يعني في التوتال خصهم يكون عندك خمسة، دونك الله يدير لكم تاكدوا من هادشي. مثلا عندكم واحد على ثلاثة، يعني على الاقل تكون عندكم ثلاثة الصفحات، وديك راه غير الصفحة الاولى، خاصك عندك الواحد على ثلاثة وجوج على ثلاثة وثلاثة على ثلاثة،
دونك هادو امور هما راه واضحين بزاف، ولكن غير الانسان كيركز تفاديا للمشاكل والاخطاء. مني كتبغيو تخرجوا ان شاء الله، مني كتسالوا الامتحان ديالكم، تاكدوا انكم عطيتوا كاع الاوراق ديال التحرير ديالكم، يعني ما تزربوش وانتم بقاو تتراجعوا تالاخر تالاخر دقيقه باش ما تندموش على من بعد. وكيف قلت لكم تاكدوا من الاوراق انكم ما نسيتوا حتى شي ورقه ما عطيتوهاش الاستاذ، وكتكون نورمالمون كتسينيو يعني وحده ديال الدخول وحده ديال الخروج وديال الحضور، دونك كتسينيو الوراق ديالكم خاصكم ضروري تسينيوهم، هادوك راه حتى كتبغيو تخرجوا وكتسينيوهم. ومن بعد كيهضروا لكم على العقوبات، يعني كل شيء موضحينه تما بالنسبه للناس اللي كيساهموا في التسريب ديال الامتحان او لا في الغش بصفه عامه. راه طبيعه الحال عندها عقوبات اللي كبيره، وانتم في عينا على هذوك العقوبات. بالنسبه للاخر كيهضروا على المعلومات على الاعلان حول اعلان النتائج. النتائج هنايا غادي يكون عندكم نهار بالنسبه للدوره العاديه نهار 19 يونيو ان شاء الله، الله يسمعكم اخبار خير. والنتائج ديال الدوره الاستدراكيه غيكونوا نهار 13 يوليو. وبالنسبه للمواقع بحال كل عام اللي كتشوفوا فيهم سميتو النتائج، وهو الموقع ديال مسار بالنسبه لتعليم بوان ام ا، وكتدخلوا الكود مسار ديالكم والرقم ديال رقم الكود وصافي، وكيجيكم كتجيكم النتيجه تما كتلقاوها. وفي الاخير ديال الدليل كتلقاو المواعيد والتوقيت ديال الامتحانات على حسب كل شعبه، الايام وكذلك المواد، يعني الاستعمال الزمني اللي ممكن تشوفوه باش كتعرفوا كل نهار شنو عندكم في الامتحان. اذا كان عندكم شي سؤال خليو ليا في كومونتير. كنتمنى التوفيق للجميع، الله يسمعكم اخبار الخير، والله ينجحكم كاملين ان شاء الله، الله يوفقكم بالتوفيق، والى اللقاء.